حالة الوليد خليل، خليل اللي كان أجرى زوز عمليات جراحية، العملية الأولى تعديت، العملية الثانية بعد خطأ طبي، لليوم مازال خليل يعاني في الخطأ الطبي هذايا وقاعد تستمر العلاج متاعه. لكن الإشكالية متاع العلاج تتمثل في أنه أولا الدواء ما يتلقاك كان بسيف، ثانيا التكلفة الكبيرة متاع الدواء اللي اليوم وليت تمثل معناها ثقل على العائلة هذية، خاصة أنه الدواء مكلف برشا برشا. تزيدوا نحكيه أكثر على حالة الوليد خليل وعلى الوضعية متاعه لليوم مع أمه ريما المهذبي اللي حاضرة معنا. مرحبا مدام ريما. مرحبا. شنو أحواله؟ الحمد لله، إن شاء الله إن شاء الله لاباس. احنا نقول إن شاء الله لاباس إن شاء الله. باهي، خلينا نبداو من اللون نفهموا الساعة حكاية خليل من اللي بدا العملية متاعه لنوصل للحالة هذه. أنتم ما كنتوا تصوروا ظهري من العملية الأولى باش يقوم لاباس الحمد لله، لكن بعد صارت الإشكال متاعه. احنا هزيناه للرابطة المرة الأولى وجينا عملنا نداء لهنا، وقتها كيف الكنا ما وافقت لناش، جينا عملنا نداء مع سي صوفيا ومن بعد عدوا لنا النداء ومشكورين الراديو، ومن بعد رجعنا نفس الحكايه ما وافقت ليش الكنا، زدنا رجعنا عملنا نداء واحد اخر، وقتها دخلوا العمليه في ثلاثه جمعات، معناتها قعدنا شهر ونص وعملنا نداء. كيف عملنا نداء ساعدوا عملوا لنا العمليه الاولى اللي هي عمليه تصبيريه، ومن بعد ارتاح شوية الحمد لله. ما في وصل في التروازون وقت ما قالوا هما مازال بكري، كل مرة يعطوني موعد، أعطوني موعد في أفريل وبعد موعد في جويلية ومن بعد موعد في سبتمبر، قالوا لي في سبتمبر معناتها مش نعطوك موعد باش نعطوك موعد. مشيت أنا عملت له إيكو بريفي عند الدكتور كان يباشر في الرابطة، قال لي هذا لازم موعد في أقرب وقت، واتصلي هو بالطبيب نتاع بالجراح نتاع اللي عمل العمليه الاولى باش خذا لي رونديفو في جمعه. يعني بالاتصالات احنا ولينا نخدموا لهنا في الصحه العموميه وفي صحه صغارنا بالاتصالات، بلاش اتصالات يموت صغير وما يعرفوش عليه حد شيء. باهي، وتعاملت العمليه الثانيه؟ تعاملت العمليه الثانيه، تعاملت باخصائي توانسه وايطاليين. في الروح ولا باس في شهر الاولاني، ومن بعد ولات حالته تتعكر. كيف هزينا الغاديكا اول حاجه انا هزيتها من هنا، من جبتها نورمالمون في بالي مش نركده في الفيوليت، كيف عطاني الطبيب نتاع معناتها البيديات عطاني باش نركده في الفيوليت غير ما نسميه المساحه. انا معناتها هزيتها في بالي المساحه قالت لي راهو حالته تعب، انا ما نجمش ما عنديش ريانيماسيون قويه للدرجه هذه باش نعمل معناتها صغير كارديو هكايا ينجم يدخلك في كومار، ينجم يدخلك في كومار وما يفيقلكش. وليت رجعت انا للرابطه في بالي قلت هو معناتها طبطه ويعرفوا حالته ويقوموا بالواجب. قالوا لي لازمك تهز الباب ساعدوني، من باب ساعدوني يرجعوه لنا، هذا كان ينجم يرجعوه احنا ما ناخذوش هكايا، كمان انت عندك ايرجونس تاخذ، علاش ما تاخذش حالتك وجاي استعجلية. حاله استعجاليه نورمالمون تقبل، علاش انت ترجحوا لي؟ انا وقت اللي جبت ولدي جايبتها في تاكسي، راه كريت لك التاكسي تهزتها من هنا الغادي، وقت اللي جايبتها في تاكسي ينجم نمسله في خشمه هكا باش نشوف اسكو هو معناتها يتنفس ولا لا. قلت لي وصل لهنا هكا الطبيبه شعلت فيها، قالت لي كيفاش تجيبها مش سو امبيلونس، كيفاش تخلي ولدك كان يموت لك في الثني. نشكرهم هما جماعة تلات لي معاملوا معانا كان الخير وكان حاجة الباهي ونقذوه يسموا ونقذوه، عمل معناتها صغير دخل لهم يسمى ميت، يسمى ميت. باهي، تعملت له العملية لهنا؟ لا لهنا هكايا عملوا بعد الانيماسيون. باهي، وقت بعد العملية هذا يا راه عملوا له ريانيماسيون لهنا، حاولوا معاه لو ماكسيموم ليله كامله، احنا بيتين في اللوطه تحت. معناها هيك الجايه ماهيش مش في الامبيلونس هذيك اللي ضرته. لا هو وقت ما طلع من الدار وجهه منفوخ هكا ما فيش ما يترى، عينيه ما عادش تتحل. وصلت له هكاك الرابطه نورمالمون ياخذوا حاله استعجاليه. ما قبلوش قلت لي مادام ما فماش طبيب معناتها نفهم حاجه بركة، علاش يخلوا في معناتها وقت في الليل ما يخلوش اخص مختص معناتها كبير، علاش يخلوا في الجارد كان لي ستاجير. قلت لي انا معناتها هي طبيبه من الطبان الشبان هذوك الطب الشبان اللي معناتها ياخذوا، نقول احنا اللي عامل اخر يعملوا ما فماش طبيب معناها مختص موجود غاديك في الليل في ما فماش
فما كان طب متاع الجارد هذوكم هاون فاميكاي على سخان على حاجة خفيفة معنا على هذا اللي قالوه لي هم هم قالوا مش أنا قلت بيه. بعد شنو اللي صار؟ كيف جينا لهنا هكي سيبا شوش يرحم والدي عمل معنا عمل الانيماسيون بتاعه وعمل تحاليل والطور مازلت نكملها في التحاليل بالحق تحاليل جاية غالية علي أما في صحة والدي ما فهم حد شيء غالي بي. هو طوى طالب عليه طالبين تحاليل وثم الدواء باش تنقص له شوية الأزمة اللي صارت له بعد الماء في الرواري من تحت العملية القديمة الثانية يعني قالوا لي الماء في الرواري من تحت العملية الثانية والله أعلم هما أدرى بيه. هو قال لك طبيب قال لك معناها مدة العلاج متاع باش يخرجوا الماء هذا من رواري 21 يوم هكا قال 21 يوم 21 يوم هذا يتطلب الدواء اللي هو فيه الإشكال هذا لازم ما تلقاهش ظهر لي ما تلقاهش في الفارماسي الكل دوت الفارماسيات متاع نابل الكل دوتهم اللي لهنا في نابل الكل لقيت في فارماسي باركة والفارماسي باركة مش لقيتها قال لي نطلع لك معناتها تحت معناتها بالأوردونونس اللي جبتها تطلع لك ان تعطيني باش نمشي نجيب لك ونجي من الفارماسي سنترال وهما من الفارماسي سنترال قال لي راني نعمل اكور في فارماسي واحد اخرى ما عنديش فكره شنو هي انت تطبع للفارماسي باش يمشي الفارماسي سنترال المهم ماهوش موجود في كل اي فارماسي لازم كان متوصي عليه ولا السوم نتاعو غالي شوي قداش انا دفعت 1,160,000 في قد هذه تاع 3 ايام تعيليش 3 ايام وانت من عندك يعني 21 يوم الباكو يطلع 239 حاجه كيف هكا هما اللي قالوا لي معناتها كل فارماسي تعطيك نوع واحده تقول لك 239 واحده تقول لك 225 هما ما فماش نقول لك شنو الدواء كان عندك الاسم نتاعو ما سالش العباد اللي تسمع باه هذا واحد بركه نوع بركه نتاع دواء نوع باك نتاع الدواء باه دونك انتم زاد اليوم عندكم المشكله انكم باش تكملوا الفلوس هذوما نتاع الدواء ماهوش رخيص جمله 3 ايام اكهاو يتطلب قرابات 1,500,000 كان مش اكثر دونك مازالوا ايامات اخرين انتم لايز اليوم معناها الدواء غالي عليكم والظروف ظهر الاجتماعيه زاد انا في الوقت الحاضر معناتها بين التحاليل والدواء والكوليكا نخمم اخر حاجه معناتها كان عندي حاجات بعتهم تو مازال داي يمكن في اي لحظه نخم نحطها في للبيع مع ان هو لازم الدار معناتها الطبيب كيف قال لي لازم كيف يخرج غرفه خاصه خاطر هو عنده زاد عملت له في الكنام ورقم نتاع الاكسجين شنو مراق الاكسجين اكسجين هو عنده نورمالمون سوز اكسجين حتى في الدار داكوغ معناها في الدار لازم لازم ماكينه اكسجين راكبت له ومعناتها دوب ما يتعب شويه تركب له الاكسجين يعني الاكسجين يقعد بها معناتها على طول نورمالمون لهنا الدواء هذا اللي قلت لي عليه في السبيطارات مش موجود قلت لي للطاهر المعموري الطاهر المعموري قلت لي فيه الدواء الطاهر المعموري قالوا لنا سلفوا لنا من عندهم نتاع ما نعرف هما ما عندهمش الكميات الكافيه ولا ما ينجموش معناتها على خاطر قالوا سوز اكور حاجه كيف من هك بالموافقه موافقه شكون ما عنديش فكره معناها ثم إمكانية إنه السبيطار هذاك يعطي سبيطار طاهر المعموري يعطي الدواء هذا إذا كان عنده سبيطار محمد تلاتلي هكا ولا يصير الاتفاق ما بيناتهم مادام ما معطوهم تاع نهار ينجموا يعطوهم تاع مرة أخرى نورمالمون باهي دونك هذه الوضعية اليوم متاع خليل ووضعية العائلة زادة كيف مستحقة الفلوس إن شاء الله الناس اللي تسمع فينا وينجموا يعاونوا العائلة كسوة بالفلوس كيف زادة نشوفوا تنزيد نشوفوا مع المستشفى الطاهر المعمور الحق احنا في أكثر من مناسبة تعاملنا معاه وكان ثم معناها إمكانية إنه باش يساعد ولا يقدم الإعانة ما نصورش كان يقصر هذه وضعية صحية مادام الدواء موجود علاش إذا كان الحالة اليوم الطلب نتاع خليل الدواء يكون في 21 يوم وواحد من السبيطارات عنده ما نصورش سبيطار من السبيطارات باش يشد الدواء على مريض ان شاء الله كيف من عاش كان كيفاش الناس تنجم اللي تحب تعاونك مثلا تسمع الوضعيه نتاعك كيفاش يتصلوا بيك كيفاش ينجموا عندك رقم الريب عندك تليفون اي حاجه عندك رقم الريب باه تو نعطيو الرقم الريب سينو التليفون كان ثم زاد نتاعك انت تعطيو لهم العباد باش انا نتمنى من الرابطه بالذات تلات لي انا نشكره ونعاود نشكره ونشكر اللي فيه الكليكا كطب كفرام الكليكا يعاونوا فينا وعلى الاخر مش على خاطر انا بركه خاطر صغار الكليكا هو صغير وملايكه للناس الكليكا تعاونوا ما نتصورش انسان مش يشوف ملايكه معناتها بالطريقه هذيك وما يعاونش اما احنا نتمنوا من سبيطار الرابطه
انهم يفهموا الولي وكأم بالذات كيف توقف قدام الطبيب يفهمها الوضعيه نتاع صغيرها. احنا في بالنا راهو اللي مرض اللي كارديو بطبيعته هو مرض خطير. يعني انا كيف مشيت لك عارفتك مش تقول لي راهو صغير كريس كيفي هكا وهكا. وانا اول مره كيف مشيت للشيف سيرفيس قلت له اعطيني الريسك نتاع عمليه ولدي. انا عارفه كيف صغير داخل العمليه راهو عنده ريسك مش ما عندهش. وينجموا هما سبعة سوايع ينجم أي طبيب ينجم يغلط في حاجة وماناش ضد هذا. احنا نقول إن شاء الله كل صغير يدخل لباس يخرج لباس هو لازم المفروض مش خاطر هما ماناش مقبول الخطأ الطبي خاطر ينجم يحول حياة العبد هو إطار حالة أخرى إطار الطبي اللي تعاملنا معاه. أنا الدكتورة غديرة عمل العملية الأولى لولدي وكيف يخرج لي يحكي معي كأم وش ما يحكيش معي. اما اللي يعملوا لنا ليزيكو من بعد ما يقولكش لا صغير كراه ولا في العمليه جرال هكا ولا هكا ولا راهو عند الحاجه الفلانيه مش تعمل تحب يفهموك الوضعيه ويبسطوا لكم ما يسالش انا ما نفهموش البافش نفهمو شويه بيان سور ذي من حقك انك تعرف الوضعيه الصحيه وتفهمها ويقعد معك طبيب يفهمك بطبيعه بكلمات بسيطه تنجم انت تفهمها. وفما بافش ادويات ساعات يستحقوهم الصغار وما يلقومش وما عندهمش رعاية صحية كاملة غادي ديما في معظم الأحيان وقت ما يخرجوهم من الشيرجي من اللوتا يطلعوهم للبيدياتري البيدياتري متاعهم ناقصة برشا ناقصة ماتريال وناقصة دويات صغير على صغير يقعد بالقداش وهو يستنى في دواء. تليفونك مدام هند عطيهم التليفون اذا التليفون اللي مش سالش انت ولا اللي معاك التليفون اجا اقرب حذنا انت محمد علي ديجا جاي مع مدام هند اعطي التليفون نتاعك اي سامحني مدام ريم ريم اعطيها اقرب للميكرو واعطي الرقم نتاعك انت قداش اللي نجموا يكلموك عليه. محمد علي انت ديجا من معناها عندك فكره على الحاله الكل والعبيد اللي تحب تعاون تكلمك انت قداش الرقم 54 838 127 باه عاود مسالش مره اخرى 54 838 127 باه هذا رقم محمد علي 54 838 127 دونك تكلموه للناس اللي تحب تعاون خليل وعائله خليل. سينو رقم الريب النيميرو تنزيدو تلقاوه زاد على الفيديو ديريكت نتاعنا 25038035901945 نعاود 25038035901945 كي نعاود ذكركم تلقاوه زاد على الفيديو موجود على الباج نتاعنا غاديو مات تونيزي. يعطيك الصحه مدام ريم ان شاء الله ربي يشفي ويعيشكم غير مزيه مرحبا بك كل مره نعملوا فهني دا نلقاوكم متجاوبين لنا ويعيشكم مره اخرى ان شاء الله ربي يشفيه يا ربي ان شاء الله ربي ويقوم لك لاباس ان شاء الله ويعطيك الصحه على الثقه اللي اعطيتها راديو مات ان شاء الله ربي يشفيه. شكرا لك مدام ريم يعيشك يعطيك الصحه.